طيب ماشي يا باشا، برضه هنبدأ نتكلم دلوقتي على ال changes في ال appearance of urine. دي برضه تالت حاجة هنتكلم عنها بعد ال pain وال voiding disorders. ال urine عموما طبعا كلنا عارفين يلو او امبر يلو، ف abnormal طبعا ان هو يبقى red او milky urine. الاسبكت المفروض ان هو كلير، يبقى abnormal بتاعته ان لو في turbidity. الناتشر بتاعته ليكويد، يعني ما ينفعش يبقى فيه جاز او سوليد، سوليد زي ستونز او بلاد كلوتس او كريتوريا، اي حاجه زي كده دي abnormal. السميل بتاعته المفروض انها اروماتيك، مش فيشي ولا امونيكال او فروتي. الفوليوم الطبيعي بتاع الانسان ان هو كل دقيقه يعني حوالي 1500 داي، 1500 مللي بير داي. انما طبعا لو نو يورين زي اكيوت ريتنشن او انيوريا ده اب نورمال، لو اوليجوريا او بوليوريا ده كل ده اب نورمال. نتكلم النهارده على الفيزيكال كاركترز بتاعت اليورين والاب نورمال كونديشنز. اول حاجه الكالر، الكالر ايه اللي بيغير الكالر بتاع اليورين؟ احنا هنتكلم نورمال يعني الريد يورين او الميلكي يورين. الميلك عموما سببه الليمفاتيك فلويد، ان يكون فيه الليمفاتيك فلويد بدا يتسرب لليورين كوزد بقى بايس او تروما او تي او ريتروبريتونيال تيومر، فهتؤدي الى الليمفاتيك يورينري فيستولا. ده هيعمل لي ميلك يورين اللي هو الكايلوري. هننزل يا دكتور محمد للجدول عشان نتكلم على الالوان بقى بتاعت الكلر يورين. اللي هو ميلكي زي ما احنا لسه بنعمل، اللي هو كلرلس ما فيش خالص، ده اوفر هايدريشن. يعني ده اوفر هايدريشن، لو كلاود ده هيبقى سببه اما فوسفاتوريا او بايوريا او كايلوريا. لو هو ريد طبعا اول حاجه هفكر فيها الهيماتوريا او الهيموجلوبينوريا او في حاجات يمحمل البيتس والبلاك بيريز او البويزنينج، يكون بويزنينج بليد او ميركوري. بعض الادويه زي الريفامبسين برضه بيؤدي الى ريد يورين. الاورنج ده بيبقى لو هو اورنج ده بيبقى سبب الديهايدريشن او دراجز زي السلفاسالازين. ممكن يكون يلو ان هو ده نورمال هايدريشن، اللي ممكن يزود اليلو شويه الرايبوفين. ادويه برضو كل يعني طبعا حاجات بتبقى ادويه هي اللي بتغير لون اليورين. الجرين بلو ممكن تخليه زي الميثيلين بلو او الفينولز. عموما ممكن يكون براون طبعا اليوروبيرين او البورفيريا. الفافا بينز والحاجات دي برضو بتخليه لونه براون. المترونيدازول والكلوروكين كل ده بيخليه لونه براون. براون بلاك، البراون بلاك يورين ده برضو سببه الميلانين او الهيموريج اهم حاجه، او أدوية كتير برضو ممكن تكون هي السبب في البراون بلاك يورين. يبقى ده بالنسبة للكلر. تاني حاجة التربيديتي، ان هو يبقى كلاودي يورين ده سبب ثلاث حاجات، يا اما فوسفاتوريا يا اما يوريكيزوريا يا اما بايوريا. فوسفاتوريا ودي ما بتحصل الكلاين يورين، فبالتالي هيرجع كلير تاني لو حطيت مادة أسيد. يعني لو حطيت أسيد هيرجع كلير تاني، ده برضو عشان أقدر أفرق إيه سبب التربيديتي. يبقى لو هو فوسفاتوريا، لو في فوسفات كريستالز يبقى هيرجع كلير لو أنا حطيت أسيد. لو يوركيزوريا هيرجع كلير لو أنا سخنته، لأن هو لما بيبقى
في الروم تمبريتشر بيبقى كلاودي او تربت، انما لو ما بيبقى سخن هيتد بيبقى كلير. يبقى لو يوركزوريا هي السبب يبقى هيرت لو سخنته. البيوريا سواء كانت بكتيريال او استرايل بيوريا بسبب ستون او ابستراكشن او تيومر، التربيديتي ما بتروحش سواء بالاسيديفيكيشن او الهيتنج. مش يعني البيوريا طبعا مش هيبقى الاسيديفيكيشن او الهيتنج مش هيأثر فيه. فدي الطريقه عشان نعرف الثلاث حاجات. في اليورين النيماتوريا، النيماتوريا ويكون في جاز في اليورين، ودي سببها يا اما فيستولا بتوين الباول والبلادر نتيجه او الياتس او تروما او كولون كانسر، وطبعا بيبقى معاها فيسيلوريا، او بسبب يو تي اي شوجر فيرمنتد اورجانيزم، وطبعا ان بودي رول دايابيتيك بيشنت، او اياتروجينيك بسبب يورين تراكت انستن قريب، او كونجينيتال بسبب يوريثرو ريتال فيستول. الرابع حاجه نيكروتوريا. النيكروتوريا ده عباره عن بس تيومر تيشو، وطبعا في الكيس بتاعت الكارسينوما اوف ذا بالهيريزيز بلادر، وطبعا ده بيجي البيشنت بيقول لك ان في بيس اوف فات، يعني بتبقى شبه الفات بالظبط. باسج اوف ستون طبعا دي برضو خامس حاجه. اخر حاجه بقى هنتكلم عنها ان الفيشي سميل بتاعت اليورين دي كاركترستيك جدا للايكولاي انفكشن، انما الامونيا سميل دي بتبقى الكلاين دي كومبوزيشن اوف. رابع حاجه هنتكلم عنها في في السيمتومز السويلنج، ان يكون العيان جايب سويلنج معين. السويلنج بقسمهم لابدومينال و ان ذا جروين او لاس ان برو. الابدومينال سويلنج بسببه يا اما جنرالايزد الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها، فيتس فليتس فيسس فات فلويد، يا اما لارج ماس سواء كانت هيباتيك او سبلينوميجالي فايبرويد، حاجات في الكي او في الادرينالاند او فول بلادر او ريتروبيترونيس ساركوما. دي كل اسباب الماس. مهم جدا ان انا بقى يبقى اعرف السبيلنج عندي لو هو ابدومينال ولا في الجروين. لو في الجروين غالبا يبقى سببه يا اما هيرنيا يا اما انجوينال ليمف نود، يا اما طبعا هيدروسيل كورد او لايبوما في الكورد، التستس فيمورال انيوريزم سواس ابسس، كل ده هيعمل في الجروين. ويكون السكروتم نفسه طبعا بسبب الانجوينال هيرنيا او الهيدروسيل او الابيديمال سيست اوركايتس او تي بي ابيديمال اوركايتس تستيكولار تيومر جاما اوف ذا تيستس او فاريكوسيل سبيشال سيست او كارسينوما سكروتال سكن. اخر حاجه برضه ممكن يكون جاي يشتكي منها العيان ان يبقى في عنده ليمف نود سيرفايكال ليمف نود سويلنج نتيجة ميثيسس فروم الكيدني كانسر. يبقى مهم بس ابقى عارف لو هو ان انا ابص على السيرفايكال ليمف نود. برضو اخر حاجه الكلام في السيمتومز اليوريجيكال سيمتومز اليوريثرال ديستشارج، ان انا الفرق ما بين دي الديستشارج ده عباره عن باسج اوف ابنورمال في ناتشرال في ناتشرال باس، يعني ابنورمال فلويد في ناتشرال باس، زي ان يكون في باس يوريثرال ديستشارج. يعني يبقى انا عندي هنا نورمال فلويد في ناتشرال باسج. مهم جدا بقى ان انا اماونت بتاع الاماونت اوف ديستشارج، الكالر هل في بلاد ولا لا،
هل هي ريليتد للرينيشن او الاجاكيوليشن ولا لا، في بين ولا لا، ايه السيمبتومز اللي معاها، سواء كونجكتيفايت ارثرالجيا ريليشن تو سيكشوال كونتاكتس اكسبوجر للسيكشوال ترانسميتد ديزيز قبل كده ولا لا. دي بديه الاساسيه بالنسبه للديسشارج. الفيستولا العكس، دي عباره عن اوف نورمال فلويد بس نورمال باسج، زي ما يكون في فيستولا الزيكوفاجينال فيستولا. اليوريثرال بينج طبعا لو في تروما او تيومر لازم افرقها اليوريثرا عن الهيمات. اليوريثراجي البيوبرتي بيبقى في انكريس في السايز اوف ذا بروستات، ده هيؤدي الى هايبر فاسكولاريتي اند بليدنج، يعني ممكن فيها شويه بليدنج. اخر حاجه سيمبتومز هي السيمبتوم اوف رينال فيلر، هل في lack of concentration، ده اول حاجه في اول سيمبتومز، ان يبدا ان هو unconscious، ان يكون في headache blurring of vision dry mouth kidney gastrointestinal manifestation genital problems او حتى itching، ده بيبقى في الاخر خالص. يبقى دي السيمبتومز بتاعت الكرونيك رينال فيلير. كده يبقى احنا خلصنا الرينال سيمبتومز كلها او اليورولوجيكال سيمبتومز كلها اللي ممكن يجي يشتكي منها على العيان، وبالديفرنشال دايجنوز بتاع كل حاجه فيه. شكرا دكتور محمد. متشكرين جدا والله يا دكتور.